بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال. زي عودناكم كل يوم حد وأربع من 8 ل 9 ونص نطلع معاكم عشان نغطي كل الألعاب الأخرى والأحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية سواء داخل النادي الأهلي محليا عالميا أيضا. ده بيبقى في النص الأول من الحلقة. النص الثاني بنطلع لضيف بيبقى معانا في الحلقة بنتكلم عن لعبة من الألعاب. زي ما قلنا لحضراتكم ووعدناكم في الافتتاح مفيش لعبة شهيدة جوه قناة النادي الأهلي. احنا على مسافة واحدة من كل الألعاب لأن ده رسالتنا اللي قلنا عليها في أول يوم طلعنا فيه مع حضراتكم. لعبتنا النهاردة التنس الأرضي. التنس الأرضي لعبة من اللعبات الحقيقة اللي نتمنى طول عمرنا إن احنا نشوف لعيبة على منصات التتويج من مصر. عندنا الإمكانيات، عندنا اللاعبين، عندنا الكفاءة البشرية، بس ده ما بيحصلش. كان لازم يكون معنا نجم من نجوم اللعبة نعرف إمتى ونساعد كإعلام إن احنا نحط الضوء على هذه اللعبة عشان يمكن يوم من الأيام نشوف بطل كبير على منصات التتويج. هيكون معنا كابتن تامر الصاوي أحد نجوم لعبة التنس الأرضي وأحد أبناء النادي الأهلي ونجوم مصر. هنتناقش معاه ونشوف الموضوع إمتى يتحقق إن يكون عندنا بطل كبير. بس الحقيقة قبل ما أتناول معاكم الأخبار في كلمتين كده في قلبي عايز أقولهم لجمهور النادي الأهلي، مني لجمهور النادي الأهلي واللعيبة اللي شايفين. زي ما قلنا قبل كده تيشيرت النادي الأهلي تيشيرت تقيل ومكانة كبيرة لو تعلمونا عظيم. النادي الأهلي لو حسبت الموضوع معاه فلوس أنت الخسران. النادي الأهلي عمره ما يتقيم أبدا بالفلوس، وتيشيرت النادي الأهلي عمره ما بتقيم بالفلوس. الفلوس هتيجي والمجد هيجي. أنا بس هدي مثل بسيط صغير مش هطول عليكم في هذا الموضوع. ميسي في برشلونة، ميسي اتعرض عليه أكيد أضعاف أضعاف الأرقام اللي بياخدها في برشلونة. طب ليه ما سابش برشلونة؟ لأنه بيدور على المجد، والنادي الأهلي يعني المجد. النادي الأهلي يعني التاريخ اللي أنت عمرك ما تقدر ترجع بالزمن تاني عشان تعمل تاريخك. فالنادي الأهلي التاريخ اللي احنا بنقول عليه والإنجازات هتلاقيها في النادي الأهلي. لو حسبت الموضوع فلوس صدقني أنت الخسران. الفلوس هتيجي، هتيجي مع المجد وهتيجي مع كل شيء بعد كده. ولكن دي كلمتين كانوا في قلبي لازم أقولهم عشان أي حد بيفكر في يوم من الأيام إنه يجي يرتدي تيشيرت النادي الأهلي أو بيفكر يجدد عقده مع النادي الأهلي أو بيفكر في أي شيء يخص كلاعب يخصه كلاعب جوه النادي الأهلي لازم يقيم الأمور كذلك. النادي الأهلي لا يقيم بأموال، لأن أنت لو قيمته بفلوس صدقني أنت الخسران. معلش كان كلمتين لازم أقولهم. نخش في موضوعنا ونخش في أخبارنا. هنبتدي باللعبة الأهم الآن وهي كرة اليد، لأن احنا طبعا عارفين كأس العالم على الأبواب في مطلع العام القادم. فريق كرة اليد في النادي الأهلي بقيادة كابتن طارق محروس بيواصل استعداده. الاستعداد كان طبعا على فترات بدنيا فنيا. كابتن طارق محروس لسه متولي المسؤولية جديد، جاب طبعا كابتن عناني معاه مخطط أحمال، عملوا ماتش ودي كان مع نادي الطيران، كان في صالة الأمير عبد الله الفيصل يوم الثلاثاء اللي فات. النادي الأهلي فاز في المباراة 27-22. يمكن الشوط الأول كان نادي الطيران فايز ب 12-11. ده وضع طبيعي عادي ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأنه طبعا الفرقتين بيجربوا لعيبته. كان في ميزة كويسة جدا في المباراة إنه كابتن طارق محروس جرب كل اللاعبين. كان عندنا شوية إصابات، يمكن زيزو ما كانش جاهز فما لعبش، عنده إصابة هيقعد فيها أسبوع. كان عندنا محمد جمال، كان عندنا إسلام حسن مصابين ولكن لعبوا. لعيبة المنتخب أو 9 لعيبة بتوع المنتخب كانوا موجودين، فكانت دي فرصة كويسة جدا جدا لكابتن طارق محروس عشان يقدر يجرب كل اللعيبة. الاستفادة الكبيرة من هذه المباراة إنه قدر يقف بشكل كبير جدا هو محتاج مين في تدعيمات الفريق. خليني أقول لحضراتكم إن تدعيمات الفريق، وده أنا بجيبها لكم من كنترول، بس أنا طبعا ما نقدرش ودي سياسة النادي الأهلي ما نقدرش نقول أي حاجة أو أي تفاوضات مع اللعيب، ولكن تدعيم كرة اليد بعناصر جديدة الموضوع بيمشي على قدم وساق. النشاط الرياضي طبعا بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن طارق محروس مش مفيش جهد ومفيش باب يقدروا يخبطوا عليه إلا ما بيعملوه عشان يدعموا الفريق. طبعا كاميرا الابطال ما سابتش حاجه زي ده، ومباراه زي دي كنا لازم نكون مع ابطالنا زي ما وعدناكم، نكون معاهم في كل شيء حتى لو مباراه وديه هنكون معاهم ونشوف المباراه دي. نطلع للتقرير اللي احنا صورناه ونشوف كابتن طارق محروس ايه وقال وبعض اللاعبين قالوا ايه، وارجع لحضراتكم تاني. ماتش النهارده مش اول ماتش، احنا لعبنا قبل كده مباراه مع الشمس والحمد لله برضه كانت نتيجه مرضيه. فترات الاعداد انت لازم تعمل فيها ماتشات وماتشات كتير،
لان انت بتعمل طرق دفاعيه وطرق هجوميه، لازم تشوف الطرق الدفاعيه والهجوميه ازاي هتطبق على الفريق المنافس. عاده انا دايما بعمل في الماتشات بتاعتي قبل اي ماتش ودي بعمل احمال عاليه عشان يخشوا الماتش على حمل عالي، فيبقى استيعابه للشغل اللي بيحصل داخل الماتش اعلى من الاستيعاب الطبيعي. فاحنا كنا لسه اصلا جايين من صاله الحديد شغالين ساعه ونص حديد، فطبعا يمكن ده اللي اثر على ادائهم في بدايه الشوط الاول ان جايين محملين احمال عاليه، ولكن الحمد لله اما بدات اللعيبه تخش في مود المباراه وبدا الحمل يخف من الشغل اللي احنا عملناه قدرنا ان احنا نظهر بالمظهر الثاني اللي ظهر بيه الشوط الثاني. احنا بقى لنا تقريبا شهر بنشتغل في الاتجاه البدني بس، احنا لسه ما اشتغلناش في الاتجاه المهاري والاتجاه الخططي، فتقريبا 50% من الاداء. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا خمس ست لعيبه ناقصه، لسه طبعا عندنا صفقات باذن الله شغالين فيها، وزي ما حضرتك عارف كل جمهور النادي الاهلي عارف احنا صفقاتنا بتتم من خلال لجنه التعاقدات في النادي، بقدم الطلبات وبقدم الحلول والحلول البديله. هي المشكله اللي هتقابلنا الفتره الجايه، انا عندي 9 لعيبه رايحين المنتخب، فالبقيه هي اللي هنشتغل بيها، بس اكيد طبعا لازم عشان نمشي مع المنتخب بالتوازي بالعامل البدني والفني هنعمل ماتشات طبعا وديه بدون لعيبه المنتخب في الفتره الجايه. كان الاصابات عندنا الوحيده تقريبا اسلام وعندنا محمد جمال. محمد جمال النهارده الحمد لله خد 10 دقائق، اسلام زي ما حضرتك شفت خد ربع ساعه الشوط الاول وربع ساعه الشوط الثاني، والحمد لله اطمنا عليه وباذن الله الفتره الجايه. عندنا زيزو على فكره من ضمن الناس الغيابات، زيزو ما لعبش ماتش النهارده لانه عنده مشكله في ظهره وبيتعالج، فاضل له حوالي 10 ايام ويعود للملعب. بالنسبه لماتش النهارده يعني احنا ابتدينا ده ثاني ماتش ودي نلعبه، ابتدينا واحده واحده نخش على مرحله الماتشات الوديه. كابتن طارق الاول بدا معانا عشان احنا قاعدين بقى لنا 4 شهور، فبدانا بحته ان احنا بس نعلي الحمل البدني الاول، نبتدي نرجع نفسنا نقف على رجلينا. بدانا في مرحله الماتشات الوديه الحمد لله يعني المستوى ماشي تصاعدي، يعني الماتش اللي فات كان المستوى لسه ما حافظناش الملعب وكده، النهارده المستوى احسن الحمد لله وقدرنا ان احنا نكسب يعني كويس الحمد لله. الشوط الاول احنا عملنا شوط كويس لكن هي بس كانت فيه سوء توفيق يعني سنه، فكابتن طارق ادانا الحاجات اللي كانت ناقصانا، الحاجات البسيطه اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها يعني. الشوط الثاني ظبطناها فالحمد لله قدرنا ان احنا نرجع ونكسب كمان فرق يعني. ان شاء الله النهارده يعني الموسم ده باذن الله يستنوا مننا ان احنا نرجع ثاني بقى للنادي الاهلي للعصر الذهبي بتاعه، وباذن الله نرجع كل البطولات ان شاء الله للنادي الاهلي. لا طبعا هو بص يعني مش هقول لك اللي هو اجمد حاجه، بس هو انت لسه واحده واحده الماتش اللي فات كان اداء الحمد لله كويس، وثاني ماتش الاداء الحمد لله بيعلى، بتيجي بقى واحده واحده مع التمارين والماتشات يعني باذن الله. الشوط الاول انتهى 12-11 لفريق الطيران، الشوط الثاني كان فيه كلام ثاني 27-22 النادي الاهلي. ايه اهم التعليمات اللي كابتن طارق محروس قالها لكم ما بين الشوطين نزلتوا فرقتوا في الشوط الثاني؟ هو احنا يعني هو هيدي الماتش ودي مش بفرقش فوز او خساره، بس هو احنا بننزل بيبقى فيه تجارب وكده، بس الشوط الثاني طبعا انت موجود في النادي الاهلي ما ينفعش حتى لو الماتش ودي انت تخسر، فنزلنا الشوط الثاني حدوسنا نفسنا هنكسب يعني. طموحي مع النادي الاهلي مفيش بطوله هتروح ان شاء الله السنه دي من النادي الاهلي، وطبعا الجمهور احنا عارفين اللي هو واقف في ظهرنا ومش هيسيبنا في اي حاجه باذن الله. كابتن طارق محروس كلامه واضح وسيستمه يعني ماشي بخطى ثابته. الراجل بكل اختصار قال لك انا كنت معلي الحمل قبل المباراه وده كان السبب الشوط الاول، يعني احنا حتى في التقرير قلنا انه قبل تقديمة التقرير قلنا ان النتيجه 12-11، هو قال لي لان اللعيبه كانت جايه من الجيم. الحاجه الثانيه زي ما قلت حضراتكم التعاقدات ماشيه على قدم وساق، النادي الاهلي مش هيبخل ابدا على تدعيم كره اليد بافضل اللاعبين. والتحدي الثالث اللي بيقابل كره اليد الا وهو ان في 9 رايحين مع منتخب مصر، خلي بالكم منتخب مصر دخل معسكر امبارح 45 يوم في الغردقه استعدادا لكاس العالم. في 9 لعيبه من عندنا من اصل 21 لعيب، يعني لو قلنا ممكن نقترب من 50% من قوام المنتخب من النادي الاهلي. عنده مشكله انه لازم يمشي بالتوازي اللعيبه اللي موجوده مع اللعيبه اللي في المنتخب في ماتشات وديه الفتره الجايه، واكيد كاميرا الابطال هتكون معاك يا كابتن طارق في كل مكان، كل التوفيق لفريق اليد. خلينا نروح تاني لشباب اليد بقياده الكابتن صابر حسين، ايضا برضو اخبارنا ما زالت داخل كره اليد. تعادل مع البنك الاهلي او نادي البنك الاهلي 23-23، ولكن الفريق ما زال في المقدمه في مجموعته برصيد 40 نقطه، يمكن بيجي بعدين نادي طلائع الجيش، فاضل لهم ماتشين الحقيقه في المجموعه بتاعتهم، نادي سبورتنج ونادي طلائع الجيش هم الاربع والخميس. الحقيقه برضو شباب اليد مهم جدا ان احنا نركز معاهم لان دول المستقبل، والمستقبل القريب مش البعيد يعني. كل التوفيق طبعا لكابتن صابر حسين ولاعبينه. الحقيقه الاسبوع ده دخل النادي الاهلي بطولتين على مستوى الانسات في كره اليد،
وكرة السلة. الحقيقة أسبوع يعني إحنا بنتكلم في عودة نشاط هو ده النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي دائما أبدا بتلاقي مع كل أسبوع بطولات داخلة، بطولات داخلة، حتى لو النشاط فاضل فيه يومين من الموسم أعرف إن شاء الله إن احتمال كبير بطولة تخش النادي الأهلي. وهو ده النادي الأهلي إنه دائما بيدور على البطولة. يمكن أول كأس هنتكلم عليه وهنقوله الكأس الثاني إيه؟ الكأس الأولاني بطولة الجمهورية لآنسات اليد مواليد 2000. طب أهمية الكأس ده إيه؟ الكأس ده إن مواليد 2000 يعني 20 سنة، يعني دول مستقبل كرة اليد للآنسات. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت في إحلال وتبديل، الفريق ده هو مستقبل كرة اليد للسيدات الفترة القادمة. طبعا الفريق ده بقيادة الكابتن عادل عبد الجواد توج بطولة الجمهورية بعد ما فاز على نادي الشمس 21-20. وعايز أقول لكم على حاجة، نادي الشمس عامل طفرة كبيرة في قطاع كرة اليد للسيدات. فوزنا 21-20 في ملعب نادي الشمس في مصر الجديدة. طبعا كان مباراة مهمة جدا، مباراة سادتها الروح العالية جدا من لاعبتنا الحقيقة، وكان كأس جديد. الكأس ده دخل دولاب بطولات النادي الأهلي في الأسبوع اللي احنا ما طلعناش مع حضراتكم فيه، ولكن كان لازم طبعا نتكلم عنهم ونقول لهم ألف مليون مبروك، وأكيد هيكونوا معانا في برنامج الأبطال لأنهم أبطال. خلينا نروح لحضراتكم لخبر تاني، يمكن كرة السلة للسيدات. كرة السلة للسيدات ما زالوا بيلعبوا دور تحديد المراكز. انتوا عارفين في كرة السلة بنحدد المراكز من 1 لـ8، وبعد كده نروح على البلاي أوفس، يحصل من 1 يلعب التاني، التاني يلعب السابع، التالت يلعب السادس، الرابع يلعب الخامس. احنا في مرحلة الترتيب، النادي الأهلي في المركز التاني، فوزنا على هليوبلس بفارق يكاد يقترب من 40 نقطة، 107-72. خلي بالكم عايز أقول لكم حاجة كمان، نادي هليوبلس شاهد تغيير جهاز فني جديد. يمكن كابتن مصطفى السيد كابتن هاب الألفي ابن نادي الأهلي تولى المسؤولية في نادي هليوبلس. كل جهاز فني جديد بيجي بيبقى فيه دفعة معنوية، يعني المباراة كانت قوية، عملت على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في الصالة الصغيرة، وطبعا زي ما انتم حضرتك شايفين دي لقطات. طبعا الماتش طبعا كان مهم لينا عشان نحافظ على المركز الثاني. المراكز مش هتفرق معانا قوي، بس ممكن تريحنا شوية بس في الأدوار الإقصائية اللي بعد كده. النادي الأهلي برصيد 22 نقطة، طبعا بيجي بعد نادي سبورتنج المتصدر بفارق نقطتين. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كاميرا الأبطال هتكون في كل مكان، كاميرا الأبطال كانت في المباراة، عملت تقرير مع الكابتن علي هاشم واللاعبات، أشوف التقرير وأجي لحضراتكم تاني. الحمد لله، يعني بداية كويسة الحمد لله، يعني جايين من فترة توقف بقالنا 4-5 شهور، فالحمد لله البداية كانت مهمة قدام فرقة نادي اليوبلس، فرقة محترمة وكابتن إياد طبعا مش غريب، مدرب كبير وزايدين هم أجنبية، بس الحمد لله. يعني كان عندي إصابة النهاردة، سوريا محمد بقالها أسبوع عندها شد في الأمامية، فالجهاز الطبي فضل اللي ريحها، كانت موجودة معنا في الـ12 بس ما جذبناش بيها، اللي احنا لو كنا جذبنا كانت الأمور هتتفاقم، فالجهاز الطبي يعني قال لك يعني تبقى موجودة على البنج، بس ما يعني ما نبداش نستخدمها كتير يعني عشان الماتشات اللي جايه. طبعا الثلاث ماتشات دول ترتيب يهمنا ان شاء الله البستات بقى بعد كده باذن الله. اكيد راضي على اندائنا النهارده بما انه لسه اول ماتش في السيزون، فكنا لازم نرجع بسرعه، بقالنا 4 شهور ما لعبناش، بقيه السيزون يعني بقالنا 4 شهور ما لعبناش ماتش، فاحنا في السيزون اوف بنقعد شهرين، فـ4 شهور ده كتير قوي، فطبعا كان لازم دايما كمان بنبتدي ان احنا نرجع واحده واحده، بنبتدي ماتشات ضعيفه، بس هو ماتش قوي وهم فرقه كويسه قوي، فكنا يعني واحده واحده كده ابتدينا مش جامد قوي، بس واحده واحده يعني عملنا اقصى ما عندنا ان احنا ندي في اول ماتش كل حاجه، وان احنا نثبت يعني ان احنا كويسين. كوتش دايما بيقول لنا يعني ان احنا ما نريحش، اليوم الاجازه بتاعنا ده بن ايسنج بقى، بنعمل ريكفري مش عارف ايه، عشان ما بنقعدش يعني، فاحنا مستعد جدا جدا عشان احنا عايزين ناخد الدوري. كل التارجت بتاعنا ان احنا ناخد الدوري من غير ولا ماتش نخسره ان شاء الله. مبسوطه جدا باداء فرقتي، وخصوصا ان ده اول ماتش بعد 4 شهور، احنا ما كناش متوقعين ان البدايه هتبقى كده، وكنا خايفين قوي ان هو اول ماتش، ويعتبر طبعا ماتش مش سهل ومش هين خالص. احنا قايلين من الاول ان احنا كل فرقه لازم من الاول ان احنا نبقى فارقين عليهم، ايا كان هليوبلس، سموحه، سبورتنج، احنا فاضلنا هليوبلس وسموحه وجزيره، كل ماتش يعتبر فاينل. فطبعا مبسوطه جدا جدا باداء الفرقه، خصوصا في ما نمناش خالص في الماتش، يعني الشوط الاول والثاني والثالث والرابع، لا بصراحه كنا مقدمين اداء احسن
من يعني احسن ما انا كنت متخيله واحسن ما الكابتن كان متخيل، وانا حتى نفسي كنت مصابه، كنت ممكن انزل لو الماتش ازم، بس بصراحه فرقتي الحمد لله ما خيبوش ظن الكوتش وفضلوا لحد اخر دقيقه وهم فارقين فرق كبير قوي قوي. اكيد احنا عندنا ماتشات كتير في وقت قليل، فاحنا الكوتش كان من قبل ما احنا يعني نبدا الماتشات دي كان بيمرنا كتير قوي، تمارين صبح وبالليل. يمكن احنا كانت تعتبر فتره اعداد اللي هي كانت من شهر، ودلوقتي مقللين اللود شويه عشان ماتشات ورا بعض، بس طبعا الكابتن مركز معانا، مركز في الخطط اكتر دلوقتي. عايزين طبعا ان احنا ناخد الدوري، فاضل لنا الدوري ان شاء الله يبقى من نصيب النادي الاهلي. والله انا احساسي ان التوقف الطويل يمكن من اكتر الفرق اللي استفادت بيه فريق السيدات لكرة السلة. طب ايه دليلك يا هيثم؟ دليل ان منذ لحظات انتهت مباراة الاهلي وسموحة في سموحة بنتيجة 75-58، ودي تعتبر نتيجة ايضا كبيرة. يعني الماتش اللي فات بنقترب من 40 نقطة فرق، ماتش النهاردة بنقترب من حوالي 30 نقطة فرق. احساسي ومش احساس بس، دي يعني نتائج بتتكلم. اكتر فريق استفاد من التوقف كان فريق كرة السلة سيدات. كل التوفيق لكابتن علي هاشم وطبعا بطلاتنا في حصد طبعا بطولة السوبر اللي الحقيقة محببة لينا كلنا. طيب احنا قلنا ان في بطولتين دخلوا الاسبوع ده في النادي الاهلي. البطولة الاولانية كانت طبعا انسات 2000 لكرة اليد، البطولة الثانية 18 سنة انسات كرة السلة بقيادة الكابتن عمرو صابر. الحقيقة كانت البطولة قوية، كان في خمس فرق: الزمالك، هليوبلس، الزهور، الصيد، سموحة. يمكن اقوى ثلاث فرق كانوا الاهلي، وكان معاه الزهور وسموحة. النادي الاهلي فاز على الزهور في الاول، ثاني يوم على طول فاز على سموحه 55-53. الحقيقه الماتش كان ماشي ايكوال، لان طبعا اللاعبات تعبوا، ماتشين جامدين ورا بعض كان صعب، ولكن حسموه. يمكن عايز اقول لكم انه سموحه كانت تسيدت المباراه فتره طويله، ولكن قدروا طبعا بناتنا يعملوا كامباك كويس جدا، قدروا يطلعوا تنتهي المباراه 55-53. الف مليون مبروك كابتن عمرو صابر والبطلات بتوعنا. ان شاء الله اكيد زي ما بقول لحضراتكم هيكونوا معانا هنا في الابطال، اكيد هنحتفل معاهم. كل فرقه زي ما احنا وعدناكم بتادي الاداء اللي ينتظره جمهور النادي الاهلي هنكون معاها ونكون بنربط على ايديها. اللي هيبعد عن طموحاتنا برضه هكون جنبه عشان يرجع تاني لمنصه التتويج. خلينا نروح للخبر التاني. طبعا احنا تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي يوم الاربعاء اللي فات افتتاح استاد النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي كله كان هناك، وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ايضا كان في الافتتاح. تاني يوم الخميس مفيش وقت نضيعه، كابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي الاهلي، كان وسط كل ولاده، كان مع الطايره رجال، الطايره سيدات، حضر جزء من مباراه النادي الاهلي للرجال ما بين النادي الاهلي وبتروجيت على صاله الامير عبد الله الفيصل في الجزيره. كان في مباراه وديه، المباراه الوديه دي كان كابتن محمد مصلحي طبعا اصر انه يقيمها في التوقيت ده عشان يجرب اللاعبين. احنا زي ما قلنا عنده اربع مباريات في اسبوع، ضغط جامد شويه، فعمل مباراه وديه كانت مع نادي بتروجيت، فزنا عليها، فزنا بالمباراه 3-0. كابتن محمود الخطيب حضر جزء من المباراه، اجتمع باللاعبين، اكد على نقطتين مهمين جدا. اول نقطه انه بيطالب الفريق بحصد مزيد من البطولات. طبعا انتوا عارفين طايره الرجال والسيدات بتحلق في مكان لوحدها، ولكن كابتن محمود اكد في كلامه انه لازم مزيد من البطولات، احنا ما بنشبعش بطولات، اللي فات خلاص، اللي جاي نركز فيه. وتمسك ايضا بالحفاظ على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. والحقيقه انا نفسي قلت يا ربي ده لسه الحفله خلصانه امبارح والدنيا. تاني يوم كان النادي الاهلي لا يتوقف، وكان الدعم كل الدعم للالعاب الجماعيه. الغريب ان المباراه دي طبعا اقيمت في جو اخوي شويه، طبعا مدير فني نادي الاهلي كابتن محمد مصلحي ميدو معشوق الجماهير، اخوه الكبير بقى كابتن هاني مصلحي هو كان مدير فني بتروجيت، فكانت الدنيا كلها ايه في عيله واحده، وهو طبعا كابتن هاني ابن النادي الاهلي، فكانت الجو جو اخوي، جو جميل للمباراه. طيب نروح لخبر تاني. الانسات الكره الطائره او سيدات الكره الطائره كان برضو لازم يستعد مباراه وديه. يمكن احنا خدنا الاعداد مراحل، المرحله الاولى كان طبعا اجراءات احترازيه والتمرين بره، بعد كده انتقلنا للصاله، بعد التدريبات اللي في الصاله بدات ننتقل الى المرحله الثانيه او فيس 3 اللي هي المباريات الوديه. النادي الاهلي سيدات للكره الطائره لاعب نادي الصيد وهزمه 3-0. كانت المباراه في نادي في صاله الشهداء، طبعا في نادي الاهلي الصاله الصغيره، او احنا بنسميها طبعا صاله الشهداء، بمقر النادي الاهلي بالجزيره. الماتش ده طبعا كان من ضمن الاستعداد اللي هيبقى اول مباراه طبعا للفريق يوم 24 اغسطس. وزي ما قلت لحضراتكم كابتن محمود الخطيب ايضا يعني تواجد في التوقيت ده، وكان طبعا
بيطلب من البنات ايضا نفس اللي طلبوا، ان طبعا لازم يكون المزيد من البطولات والتمسك بمبادئ واخلاق النادي الاهلي. طيب هنروح لفريق السباحه التوقيعيه. احنا زي ما قلنا لحضراتكم كل الالعاب في النادي الاهلي احنا سواسيه، فلازم كل نشاط بيحصل احنا بندعمه بكل قوه. السباحه التوقيعيه في النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق الصغير، خلينا نقول لكم حاجه، انه كان فتره من الفترات بعد جامد جدا عن المنافسه وترك الساحه للانديه الاخرى تنافس. النادي الاهلي دلوقتي اقوى فريق في مصر، مش كده بس، النادي الاهلي بيعد كل لاعبات المنتخب، يعني يمكن منتخب مصر كله تقريبا من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا ورساله عظيمه لهذه اللعبه انه بيرعى اللاعبات وبيعدهم لمنتخب مصر. كابتن طارق الصغير قال ان احنا في بدانا في الاول بكل حرص في الاجراءات الاحترازيه، كان 3 ايام في الاسبوع كل تمرين ساعه ونص لغايه ما بدات اللعيبه تتمرن باحمال عاليه. بعد كده كان بيتابع اللعيبه في كل حاجه، وكان معاهم حتى في فتره التوقف عشان الاوزان، وتعرفين السباحه التوقيعيه دي لعبه نفس عاليه قوي، فيعني النفس مهم، الوزن مهم. الحقيقه كان كابتن الابطال لازم تروح تشوف استعداد الفريق وتشوف اخبارهم ايه، بيستعدوا للكاس ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. هنشوف التقرير اللي جاي وارجع لحضراتكم. كنا شغالين اونلاين مع المدربين الغطس والباليه واكيد السباحه وكره الميه كده برضو، بس انا بتكلم عن اللعبتين اللي هم انا بأشرف عليهم. كان في اتفاق مع المديرين الفنيين كابتن طارق نبيل وكابتن ياسمين سعد وكابتن عزيزه ان احنا نشتغل اونلاين مع البنات، بالذات البنات الصغيره. انت لما بترجع كمان بعد 3 4 5 شهور في فرق بين الاولاد والبنات، عندك اجسام كبرت، اجسام بلغت، فلازم يتحط ده في الحسبان في الحمل التدريبي. هنبتدي الاول يمكن بالاعمار اللي هي الدرجه الاولى، زائد الاعمار اعتقد اللي عندها ثانويه عامه ومحتاجين درجات التفوق هنبتدي بيهم برضو. كل ده ما هو اذاعه، واحنا كاتبين عندنا الكلام دوت وجاهزين ليه وبنتمرن على الاساس الكلام دوت. برضو حافظوا على الخطوات الاحترازيه، حتى لو الاعداد قلت، حتى لو المرض بدا يتلاشى، احنا برضو هنستمر على الخطوات الاحترازيه. عايزين مزيد من الجهد، عايزين نكسب، بس قبل ما بندور على المكسب احنا بندور على عوده الحياه الرياضيه لانديه مصر وللنشاط الرياضي بصفه عامه وللنادي الاهلي بصفه خاصه. فعلا دي كانت اطول فتره انقطع فيها التمرينات في الباليه المائي، وسعده جدا بالعوده، بس طبعا على مراحل علشان الاجراءات الاحترازيه ونقدر نكمل فتره الاعداد ونقدر نكمل نوصل للبطولات ان شاء الله على خير من غير اي اصابات او اي حاجه. احنا تواصلنا معاهم عن طريق برنامج زوم، كنا مجهزين كل مدربين الفتنس ومدربين المايه بتاعهم، عملنا فتره اعداد كويسه علشان نقدر نشوف اوزانهم والاكل ونظام الاكل ليهم، علشان ما يبقاش في وقت ما نرجع في مشاكل لا في الوزن ولا في اللياقه بتاعتنا. بس احنا جزء من التمارين الميه بيبقى ليها جزء ارضي، فاحنا كنا بنحاول ان احنا نحافظ على المستوى اللياقه بالارضي علشان نعوض شويه التوقف عن الميه، بس طبعا ناقصنا كتير بعدم نزولهم الميه. احنا ابتدينا طبعا ما رجعناش كل الفرق الرياضيه، رجعنا من فريق 15 و18، فاحنا عندنا الفتره اللي جايه بنعمل فتره اعداد علشان عندنا بطوله الجمهوريه وبطوله كاس مصر، فهو ده اللي عاملينه فتره اعداد ان شاء الله، وهي دي البطوله القادمه اللي احنا منتظرين ان احنا نشترك فيها ان شاء الله. فرقت معانا قوي، احنا اصلا كان بقالنا كتير قوي مش بننزل يعني عشان الكورونا وكده، وكنا بنتمرن اونلاين، بس دلوقتي احنا بنتمرن في النادي وبنتمرن 3 ايام في الاسبوع، وعندنا حاجات معينه بنعملها، بنلبس ماسكس، مش بنقرب من بعض، الحاجات دي كلها عشان ما يجيلناش كورونا او كده يعني. بنتمرن طول الوقت اونلاين وكده، كنا بنحاول نعمل كل الحاجات اللي نقدر عليها علشان بعد كده لما نرجع ما نبقاش مستوانا اقل او كده. بصراحه دي كانت حاجه كويسه قوي ان هم على طول كانوا معانا وعلى طول كانوا بيخلونا نتمرن وكده، وكانوا بيركزوا معانا في الميزان وكده. احنا علشان لعبتنا على طول محتاجه ان احنا نبقى في الميه على طول، ما بنبعدش عن البسين فتره كبيره، فبالتالي كنا بنبذل مجهود اكبر بكتير في على الارض علشان نظبط الفتره اللي احنا بعدنا فيها عن الميه، ولما نرجع نبقى بشيب كويس وما يبانش الفرق ان احنا بعاد قوي كده. نحاول طبعا نبقى بعاد عن بعض، ما فيش اي احتكاكات ببعض من بعيد لبعيد، الماسك طبعا ما بيتقلعش، وممنوع نخش من غير ماسك وهاند سانيتايزر، ما ينفعش. دلوقتي احنا بادئين 3 ايام في الاسبوع ساعه ونص او ساعتين، لازم بنبدا خفيف طبعا الاول علشان
عشان بقالنا كتير قاعدين بره الميه، بنبدا حبه حبه وبعديها طبعا مع الوقت هيزيد بقى التمرين علشان داخلين على كاس مصر وبطوله الجمهوريه. كاس مصر اللي هو نهايه 2020 بدايه 21 لسه هيتحدد ميعاده، طبعا هنبدا بقى نتمرن له كويس عشان ده الاولويه، وبعديها في بطوله الجمهوريه بقى على طول شغالين. زي ما قلنا لحضراتكم في افتتاح القناة إن الألعاب الأخرى بيبذل فيها مجهود قد يعادل المجهود اللي بيبذل في كرة القدم طبعا مع شوكة الجماهير، ويمكن يزيد زي ما أنتم شايفين في كل المجالات. النادي الأهلي شغال مع الأخذ في الاعتبار طبعا الإجراءات الاحترازية خوفا على سلامة الجهاز الفني واللاعبات. خلينا أطلع لفاصل إعلاني وأرجع لحضراتكم عشان نستأنف معاكم أخبار الألعاب الأخرى.